السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من مجموعة تأجير وكيل ام جي في السعودية، جايين نشوف ام جي 5 ايش هي. ام جي 5 هي بديلة سيارة ام جي 360، صار الجيل الجديد منها اسمه ام جي 5. ام جي بدأت تعتمد تسميات الأرقام على سيارتها، ام جي 5 قبلها ام جي 6، ما ندري حنشوف ام جي 3 و 2 و 7 و 8 ولا لا. الام جي 5 سيارة اقتصادية صغيرة، ابرز منافسينها مين؟ من نيسان صني، ومن هيونداي اكسنت، ومن كيا ريو. من الحاجات الحلوة في السيارة انها على مستوى القوة هي تعتبر اقوى من منافسينا، على مستوى السعة والحجم السيارة برضو تعتبر اكبر منهم جميع، سواء كان داخلية السيارة او سعة التخزين وغيرها. من كبر السيارة نقدر نقول انها حتى تنافس في الكبر الانترو كورولا. الفئة اللي أمامنا هنا هي فئة النصف من الـ MG5 الجديدة، خاصة أنه فيها LED نهاري، شبك كروم كبير في السيارة، وجنوط تجي عليها مقاسها 16. عندنا خلفية الـ MG5 إضاءة LED بالكامل، أكيد عندنا كاميرا خلفية وعندنا حساسات خلفية في السيارة. هذا مقطع جانبي للسيارة، صار يلفتني اللون الأحمر على السيارات يا أخينا. نوريكم داخلية السيارة كده على السريع، نفس الثيم حق سيارات ام جي. على مستوى الدركسون حق السياره لاحظوا انه معايا نلبس جلد، زرار تحكم كامله بالدركسون. في الخلف موجود عندنا مثبت سرعه. الحلو انه الشاشه اللي في النص هذه غيروها عن سيارات ام جي الثانيه وصارت شاشه ملونه، اول كانت ابيض واسود، فنقطه حلوه انهم عدلوها في السياره. طبعا من فئة النصف فل عندنا تشغيل السيارة يجي بصمة، عندنا الشاشة هنا تقريبا مقاسها 8 انش، لكن الإطار الأسود اللي حوالينا معطيها شكل أكبر. والميزة الحلوة في الشاشة إنه فيها أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ولاحظوا معي إنه المكيف أوتوماتيك. منقار السيارة على كل الفئات يجي CVT، وعندنا هنا فئة النصف فل والستاندر حتيجي إيش؟ فرامل يدوية. من الحاجات الحلوه صراحه في سيارات ام جي انهم قاعدين يهتموا بالتشطيب والديكور الداخلي، يعني حتى الديكور ده جاي على الومنيوم وخشن مع جلد، فمعطيه تصميم جميل في السياره صراحه. نيجي المحرك ام جي 5 4 سلندر 1500 سي سي 118 حصان. السياره جاي عليها جير سي في تي ودفع امامي. من الحاجات الممتازه في السياره انه استهلاك البنزين فيها 19.5 كيلو للتر الواحد، ممتاز بلس. هذه نقطة مرة حلوة في السيارة، حتى على قوة المحرك أقوى من كل المنافسين. قبل ما نروح الفول كامل أبغى أوريكم فئة الستاندر. نبدأ نشوف إيش فيه. هذا الستاندر لاحظوا ما فيها أزرار دركسون أبداً، لكن الحلو إنه فيها مثبت سرعة، فهذا شيء نقطة حلوة مرة في السيارة. العدادات شوفوا هنا، العدادات زي ما أقول لكم شاشة عادية أبيض وأسود مو ملونة زي الفئة اللي هناك. فئة الستاندر ما يجي فيها شاشة، يجي فيها مسجل عادي، ميديا عادية. عندنا لاحظوا المكيف تحت يدوي، ما هو أوتوماتيك زي الفئة اللي هناك، عشان ما في شاشة فصار هنا في إيش؟ ساعة تخزين. لكن حتى علينا فئة ستاندر نفس التشطيب من جوا ما لعبوا فيه، أعطوكم مستوى عالي من التشطيب في السيارة. لاحظوا معايا فئة الستاندر يجي الجنط اللي عليها مقاسه 15، ومع انه فئة ستاندر لكن برضو الإضاءة الخلفية جاية LED، هذه برضو نقطة حلوة في السيارة. ونجي نوريكم فئة الفل كامل. لاحظوا انه فئة الفل كامل وكل الفئات ما يجي فيها كشافات تحت، لكن فئة الفل كامل يجي عليها إضاءة LED مع LED النهاري بلس. لاحظوا معايا تحت الشعار ايش عندنا؟ الكاميرا الرابعة. السيارة فيها 4 كاميرات، حتى الجنط اللي موجود عليها مقاسه 16 مكحل، يختلف حتى عن فئة النص فل، فكل فئة من فئات السيارة جاي فيها جنط مختلف. نوريكم داخلية الـ MG5 الجديدة، اللون ده على فكرة جميل، ولاحظوا انه ايش؟ دخول بصمة. شوفوا معي الفروقات.
فئة الفول كامل زي النص فل، أزرار الدركسون كاملة، الشاشة اللي هنا في النص زي ما هي ملونة. لكن حلو إيش الشاشة اللي عندنا هنا 10.1 إنش. أنت لما تشوفوا قيمة السيارة وتقولوا فيها شاشة 10 إنش ترى شيء مرة كويس. من الحاجات الجميلة في MG5 معنا سيارة اقتصادية وسيارة صغيرة لكن حاطين فيها نظام كاميرات 360 درجة، يمين يسار، كاميرا أمامية خلفية جانبية. لكن مو هنا الكلام، الكلام إنه حاطين اللي هي 3D. هذه نشوفها في السيارات الجدا فاخرة، شفناها في سيارات أودي قبل كده، نظام 360 درجة 3D للسيارة. نجيب لكم السيارة صورة مرسومة حسب وضعية السيارة، تتحكموا فيها زي ما تبغوا. نقطة مرة حلوة في MG5. طبعا الشاشة زي ما قلت لكم 10.1 إنش وفيها أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، فتحات اليو اس بي موجودة تحت. وفي فئة الفول كامل فقط فيها نظام البريك الإلكتروني والأوتو هولد. أوتو هولد أول ما توقف السيارة حتمسك فرامل، أول ما تدعس بنزين حتفك من حالها وتمشي. طبعا فئة الفول كامل تيجي من قاعد جلد كهربائية وفتحة سقف السيارة. بالنسبة لأسعار MG5 فئة الفول كامل اللي معانا هنا حوالي قيمتها 46900 ريال، فئة الستاندر 36900 ريال تقريبا، فئة النص فل بحوالي 41-42000 ريال. وإن شاء الله قريبا ناخذ السيارة ونجرب لكم هي بالتفصيل المويل. وبس هذه كانت تغطيتنا السريعة لحفل تدشين MG5 عندنا هنا في السعودية. إن شاء الله يكون لنا تجربة شاملة للسيارة هذه، إن شاء الله نكون قد قدمنا إيش معلومة خفيفة ظريفة اللي نحتاج نعرف على السيارة على السريع. نشوفكم قريب تجربة سيارة جديدة إن شاء الله.